السلام عليكم مرة أخرى. لي نومبر كومبلكس توجور ليكريتور ألجبريك. ندوزو للتمرين أو السؤال الثاني من التمرين الأول. هذا السؤال on considère les deux nombres complexes z1 et z2 définis par z1 égale à 1 plus i et z2 égale à 5 moins 2i. نعتبر العددين العقديين z1 وz2 المعرفين كالتالي: z1 يساوي 1 زائد i وz2 يساوي 5 ناقص 2i. Déterminer l'écriture algébrique des nombres suivants. حدد الكتابة الجبرية للأعداد التالية: A z1 زائد z2 b z1 ناقص z2 c z1 ناقص 2 z2 d z1 في z2 e z1 على z2 f z2 على z1 ناقص z2. إذا غادي نمشيو لz1 زائد z2، يعني هنايا الأمر سهل جدا. إذا يكفي نجمعهم، نجمع هاد لي نومبر هذا مع هذا. واحد زائد خمسة هي ستة، اي ناقص اثنان اي هي ناقص اي. إذن هذه هي الكتابة الجبرية للزيد واحد زائد زيد اثنان. ندوزو دابا للطرح. زيد واحد ناقص زيد اثنان، إذن هنايا غادي ندير أقواس هكذا. واحد زائد اي باش منخطئوش ناقص خمسة ناقص اثنان اي. هذه راه زيد واحد ناقص زيد اثنان، إذن تساوي نزول الأقواس. واحد زائد اي ناقص خمسة زائد اثنان اي. إذن اش غتعطينا؟ واحد ناقص خمسة هي ناقص أربعة، و اي زائد اثنان اي هي زائد ثلاثة اي. إذن هذه هي الكتابة الجبرية للزيد واحد ناقص زائد اثنان. سي إذن هاد السي، إذن غادي نعوض زيد واحد، واحد زائد إي ناقص اثنان مضروبة في زيد اثنان هي خمسة ناقص اثنان إي. وغادي نزول الأقواس ونشر. واحد زائد إي ناقص عشرة زائد ربعة إي. من أش غتعطينا؟ غتعطينا أخيرا واحد ناقص عشرة هي ناقص تسعة، وواحد إي زائد ربعة إي زائد خمسة إي. نشوف دي يساوي زيد واحد في زيد اثنان. إذن هنا غادي ندير الجداء. زيد واحد نعوضها بواحد زائد إي زيد اثنان بخمسة ناقص اثنان إي. وغادي ننشر العادة. واحد في خمسة هي خمسة، واحد في ناقص اثنان اي ناقص اثنان اي، اي في خمسة هي خمسة اي، اي مضروبة في ناقص اثنان اي هي ناقص اثنان اي أس اثنان، ناقص اثنان اي أس اثنان، واي أس اثنان هي ناقص واحد، وناقص اثنان في ناقص واحد هي زائد اثنان. إذا زيد واحد في زيد اثنان غتعطينا الشكل الجبري ديالها يعني خمسة زائد اثنان هي سبعة، ناقص اثنان اي زائد خمسة اي هي زائد ثلاثة اي. ندوزو دابا لزيد اثنان. زيد واحد على زيد اثنان، نعوض زيد واحد بواحد زائد اي، زيد اثنان بخمسة ناقص اثنان اي. ونضرب في المرافق كالمعتاد. عندنا واحد زائد اي، المرافق ديال المقام هو خمسة زائد اثنان اي، هيا ولتحت غتعطيني خمسة ناقص اثنان اي في خمسة زائد اثنان اي مطابقة هامة هي خمسة وعشرين أس اثنان خمسة وعشرين ناقص أربعة اي أس اثنان زائد أربعة. إذا اش غتعطينا؟ ننشر داكشي اللي في البسط. واحد زائد خمسة هي خمسة، واحد في اثنان اي هي زائد اثنان اي،
اي في 5 هي 5 اي، اي في 2 اي هي 2 اي اس 2 هي ناقص 2، 25 زائد 4 هي 29. اذا اعطينا 5 ناقص 2 3 على 29 هي 3 على 29. 2 اي زائد 5 اي هي 7 اي، اذا 7 على 29. اذا هذا هو الشكل الجبري للزيد واحد على الزيد اثنين، زيد واحد على الزيد اثنين. ندوزو اخيرا اف، اف اذا اف هي الزيد اثنان، قلنا زيد اثنان غنعوضها بخمسة ناقص اثنان اي، والزيد واحد ناقص زيد اثنان، زيد واحد ناقص زيد اثنان هي ناقص أربعة، هاي حسبناها في البي، ناقص أربعة زائد ثلاثة اي. إذا غادي نضرب في المرافق، نضرب في المرافق، غادي نمسح الشيء هذا كله باش نخلي المكان في غادي الجوز هذا. إذا جبنا غنضرب في المرافق، نضرب في المرافق، شنو غتعطيني المرافق ديال المقام بطبيعة الحال؟ خمسة ناقص اثنان اي في مرافق المقام هو ناقص أربعة ناقص ثلاثة اي على ناقص أربعة زائد ثلاثة اي، عامل على ناقص أربعة ناقص ثلاثة اي تساوي ناقص أربعة أس اثنان هي ستة عشر ناقص تسعة أس اثنان هي زائد تسعة. إذا غتعطينا ستة زائد تسعة هي خمسة وعشرون، وغنشر البسط ناقص عشرون ناقص خمسة عشر اي زائد ثمانية اي ناقص اثنان اي في ناقص ثلاثة اي هي ستة اي أس اثنان هي ناقص ستة. إذا شغلتينا أخيرا على خمسة وعشرين، ناقص عشرين ناقص ستة هي ناقص ستة وعشرين على خمسة وعشرين، وناقص خمسة عشر اي زائد ثمانية اي هي ناقص سبعة اي، هي ناقص سبعة على خمسة وعشرين اي. إذا هذا هو زيد اثنان على زيد واحد ناقص زيد اثنان. إلى اللقاء في تمرين آخر.